أهلا بكم مشاهدينا. جدد الملك المغربي محمد السادس دعوة الجزائر للعمل سوية دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية مبنية على مبدأ حسن الجوار. الملك المغربي أكد في خطاب العرش أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين البلدين الجارين، وأنه تم تجاوز الأسباب التي أدت إلى إغلاقها. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. معنا من الرباط مراسلنا أنس رضوان. أنس، ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الملك الجزائر إلى تهدئة العلاقات وفتح الحدود، لكن هذه الرسالة مهمة في وقت تتوتر فيه العلاقات بين البلدين، أليس كذلك؟ نعم، يعني هذه يد أخرى يمدها العاهل المغربي الملك محمد السادس للجزائر بغرض فتح الحدود وإعادة يعني العمل سويا من أجل تقوية العلاقات بين البلدين. هذه الدعوة هذه المرة كانت مميزة نوعا ما، وكانت يعني في خطاب العرش، وكما يعلم يعني أن خطاب العرش له أهمية كبيرة في المغرب. والملك اليوم يعني المتابعون لخطاب العرش لاحظوا أن الملك يعني خصصه لموضوعين اثنين، الأول موضوع كورونا والإقلاع الاقتصادي، والثاني وهو العلاقات مع الجزائر. الملك تحدث بشكل واضح وقال إن يعني الوضع الحالي يعني بخصوص وضع الجزائر ليس لا هو ولا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسؤولان عنه، لكنهما مسؤولان عن بقاء الوضع كما كان. وقال الملك إن الأوضاع يعني التي يعني والأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود لم تعد قائمة الآن. وختم الملك وكما نعلم يعني في لغات التواصل يعني آخر جملة هي أقوى رسالة وأهم رسالة، دعا الرئيس تبون إلى العمل سويا في الوقت الذي يريده الرئيس تبون من أجل يعني تعزيز العلاقات وتقويتها. وأكد الملك في خطابه على أن أمن واستقرار الجزائر من أمن واستقرار المغرب. يعني هذه بخلاصة يعني الملك يمد بصراحة وبشكل مباشر يده إلى الجزائر من أجل تقوية العلاقات، من أجل تجاوز الخلافات، من أجل أهم شيء وهو فتح الحدود والعمل سويا على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. مع العلم يعني هذا يأتي في سياق كما تحدث عن توتر يعني دبلوماسي وإعلامي بين البلدين. وفي هذا السياق يعني الملك عبر عن أسفه لهذه المسألة وقال يعني بشكل مباشر أتأسف لما يحدث من توتر إعلامي ودبلوماسي بين البلدين، وعاد للحديث على أن المغرب والجزائر ليس فقط جارتين بل هما بلدان توأمان. وهذه رسالة يعني قوية وكلام يعني واضح على أن البلدان لهما يعني لا تربطهما يعني ليس جيرانا فقط، بل الشعبان هما شعبان يعني شقيقان، وتربطهما علاقات قوية وعلاقات أسرية يعني وعلاقات يعني عائلية أكثر مما هي علاقات دبلوماسية هنا في المغرب. كما قلت يعني الوضع يأتي في سياق نوع من التوتر يعني بعد التوترات الأخيرة التي كانت توترات إعلامية بين البلدين، ويأتي بعد يعني هجوم من الجزائر. وأيضا يعني الجزائر يعني استدعت قبل أسابيع يعني سفيرها للتشاور بخصوص يعني بعض الأوضاع وبعض يعني التوترات بين البلدين. لكن بشكل عام يعني الرسالة الملكية من أعلى سلطة في البلاد اليوم يعني جاءت لتفتح الباب من جديد بين البلدين من أجل وننتظر يعني تجاوز ما كان وننتظر الرد الجزائري على الرسالة الملكية المغربية. شكرا جزيلا أنس رضوان في الرباط.